واحنا بنتكلم من خلال فقرتنا عن التغذية الصحيحة وعلاقتها بالصحة بشكل عام، علاقتها بالوزن الجيد، مش هنقول وزن مثالي، انما الوزن اللي يخلينا قادرين نتحرك، قادرين ما نحسش انه وزننا عبء على يعني مفاصلنا، على اجسادنا، تفاصيل كتير هتكلمنا عنها النهارده. ضيفتي العزيزه دكتوره منة طلاب محمود محمد، اخصائي التغذيه العلاجيه، اللي برحب بيها معانا. اهلا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك، منورانا النهارده، وان شاء الله مجموعه من النصايح الخاصه بالصحه العامه تفيد كل الساده المشاهدين ان شاء الله. خلينا نبدا معاكي دكتوره منة طلاب، ونقول بقى يعني التغذيه بشكل عام، يعني قبل ما ندخل بقى في انه اللي عاوز يقلل وزنه او لا، حد عاوز يحصل على تغذيه يعني صحيه وتنعكس على صحته وعلى لياقته البدنيه. تمام. احنا اهم حاجه عندنا دلوقتي ان احنا نعرف التغذيه بشكل عام، ان احنا ايه مكونات التغذيه عندنا. تمام. التغذيه بتتكون من بروتين وكربوهيدرات ودهون صحيه او دهون بشكل عام. تمام. تمام. وميه وفيتامينات ومعادن. تمام. فاحنا اهم حاجه عندنا ان احنا نعرف ايه معنى التغذيه، ان التغذيه دي اهم حاجه، ان الوجبه الصحيه بتاعتك بتتكون من ايه، على اساسها احنا بنكون الوجبات الصحيه للشخص، وايه اللي مناسب للحاله الصحيه بتاعته من حيث الفئه العمريه بتاعته، بنعرف نمشي على اللايف ستايل معين عشان بحيث ان هو يبقى ممارس حياه صحية بوجبة متكاملة تكون فيها كل الخصائص بتاعة التغذية المناسبة لصحته. طيب يعني خلينا نقول، انت قلتي يكون فيها بروتين، يكون فيها البروتين بقى لازم يكون حيواني؟ لا طبعا، في بدائل. العالم كله على فكره، العالم كله بيعاني يعني. اكيد طبعا. لا طبعا، في بدائل للبروتين، بتبقى بروتين نباتي، والبقوليات طبعا تعتبر برضو من بروتين برضو. صحيح. وبرضو البيض يعتبر ذو قيمه حيويه عاليه برضو. احنا لو عايزين نستبدل الفراخ او اللحمه او السمك برضو فيه كمية يعني بالنسبة ان هو تمام. سعره كويس. البيض برضو عالي القيمة الحيوية، بيدينا البروتين المناسب لجسمنا، وبرضو البقوليات بتدينا الاحتياجات بتاعتنا من البروتين. جميل. طيب خلينا نقول اسلوب حياة بقى، يعني اني اتمتع بالصحة لازم يكون اسلوب حياتي او اللايف ستايل بتاعي بيؤهلني اني اتمتع بصحه عامه، يعني بصحه جيده بشكل عام. اكيد حضرتك دلوقتي عشان انا اعمل لايف ستايل في حياتي، مفيش حاجه اسمها ممنوع. تمام. النقطه تمام. ان الواحد يمنع نفسه دي، اللاوعي بتاعه هيقول له لا، لازم تكسر الحاجز بتاع ان مفيش حاجه اسمها ممنوع. تمام؟ تمام. احنا نعرف ايه هي الوجبات الصحيه او تكوين الوجبه الصحيه ونمشي عليه، واذا مشينا عليه بطريقه صحيه خلاص احنا كده ضمننا اللايف بتاعنا الصحيح. ايه هي الوجبه الصحيه؟ احنا الطبق بتاعنا بيبقى 50% فيه خضار او فاكهه، بيتكون من 25% يبقى كربوهيدرات، 25% تبقى بروتين ودهون صحية، وطبعا شرب المية ده شيء أساسي. تمام. عشان يبتدي لايف ستايل صحي. وكمان مفيش حاجة اسمها ممنوع، احنا بنحسب لو احنا هنمشي بطريقة تغذوية او تبع اللايف ستايل، احنا بنعرف الجرامات بتاعتنا والاحتياجات بتاعت جسمنا. والله حصل مناسبة وفيها جاتوهات او حاجات زي كده، بنبقى متابعين الاخصائي او بنقول له ناخد ايه احتياجاتنا وايه المفروض ناكله بعدها، وايه عشان ما يأثرش على الانسولين او السكر بتاع الجسم بتاعنا. طيب احنا دلوقتي طبعا مع يعني فصل الشتاء، الى حد ما مش شتاء قوي عندنا، الدنيا الجو حلو، في ناس كتير بتقلل بقى من شرب المية، النقطة دي برضو يعني تقولي عنها ايه؟ تمام. احنا هنقلل، في ناس كتير بتقلل من شرب المية، خلاص احنا نبتدي نوازي بين شرب السوائل والمية مع بعض، بحيث ان احنا ناخد احتياجاتنا الكاملة من المية. يعني ناخد نشرب جنب المية لو اقل حاجة هتبقى لترين لتلاتة لتر حضرتك، بيبقى ندخل بقى سوائل زي اليانسون زي الجنزبيل، الحاجات تمام. اللي بتدي جو الدفى للجسم، وفي نفس الوقت برضو باخد احتياجاتي من السوائل. السوائل أيوة. او الماء
ميه. ايوه تمام. وبرده بندخل ايه الحاجات اللي هي خاصه بالمناعه بقى الجسم من الاطعمه للجسم نفسه. حضرتك هندخل على يعني نقطه اني اقوي المناعه من خلال تغذيه علاجيه دي برده بتحصل ازاي؟ احنا عندنا جهاز مناعي تمام في الجسم. نعم. تمام. احنا محتاجين خلال فتره معينه عشان ما ناخدش فيروسات او ناخد اي حاجه نكون مجهزين الجهاز المناعي ده تجهيز كويس من التغذيه. تمام. هناكل على مدار اليوم او مش على مدار اليوم كله. تمام. نهتم ان احنا ندخل الثوم الفريش عشان ده مضاد اكسده قوي. تمام. وفي برضو مضاد للفيروسات وبيقوي المناعه. هندخل برضو البصل طبعا برضو الحاجات دي لازم تدخل فريش ما ينفعش. وبرضو ليها مواعيد معينه ما ينفعش اخد الثوم ده فريش على الصبح كده على على معده فاضيه عشان القرحه. تمام. قرحه المعده دي طبعا احنا هنقوي المناعه بس ما نضرش المعده. صحيح. تمام. لاني هنتعب الجهاز الهضمي كده احنا بنضعف الجهاز الهضمي نفسه. نعم. تمام. هناخد الثوم البصل الجنزبيل يبقى فريش برضو نشرب جنزبيل يبقى فريش او باودر بس الاحسن فريش عشان يدخل الجسم برضو يساعد في تقويه المناعه. طب يعني يفضل ايه يتشرب دافي ولا بدرجه حراره الجو يعني ولا ايه؟ هو الجنزبيل يتشرب دافي. تمام. بحيث ان يدخل الجسم تحس انك انت بتدفي اول حاجه هيدي شعور الدفى. تمام. وفي نفس الوقت هتلاقي الجسم نفسه بينزل بالحراره بتاعته بيبقى منتظمه اول ما تشربيه بتحس الجسم بتاعك بقي خلاص في حاله ان هو خلاص اتهيأ للدفى بتاعه باستقر درجه الحراره بتاعته. تمام. تمام. برضو هندخل البكتيريا النافعه من الالبان. تمام. من الالبان زي اللبن الجاموس او اللبن الطبيعي. تمام. ما فيش لبن طبيعي خلاص هنجيب لبن نوع تاني يبقى يتغلي اي لبن لازم يتغلي برضو عشان البكتيريا النافعه نستفيد منها. او الزبادي نستخدم زبادي يوناني لو مش متوفر خلاص نستخدم الزبادي بس يبقى فيه البكتيريا النافعه عشان نقوي برضو فيها الجهاز الهضمي والجهاز المناعي. تمام. هندخل على حاجه تانية اللي هي الفيتامين سي. الفيتامين سي هنلاقيه في الخضروات زي الملفوف اللي هو الكابوتشي والكرومب والحاجات دي. والفيتامين برضو هنلاقيه في البرتقال والاستفندي والحاجات دي تبقى بتعزز المناعه عندنا. ممكن ناخد البرتقال لو مش بنحب ناكله. في ناس ما بتحبش تاكله خلاص تاخده جوسي بحيث ان هو يتشرب. تبقى من ضمن السوائل برضو بدون سكريات بقى لان احنا يعني احنا في التغذية بتاعتنا بنعتمد على السكريات الموجودة في الفاكهة والموجودة طبيعية. طبيعية بحيث ان هي ما تعليش الانسولين ويعني تعمل دروب في البنكرياس او في الانسولين والسكر بتاع الجسم. يعني مش ابقى عاوز اقدم فايدة او اعمل ضرر. والسكر اصلا في جزئية اخرى يعني. يعتبر سم من سموم البيضة. تمام. فده اصلا بيكسر مناعة الجسم. نعم. فاحنا هنزود سكريات المناعة بتاعتنا هتبقى زيرو. يعني اخطر سلاح سلاح للجسم اللي هو السكر او سموم البيض عامة. نعم. الدقيق ما نستخدمش برضو الكربوهيدرات المليان المعجنات اللي هو الدقيق ونستخدم بعض الحبوب الكاملة فيه. تمام. برضو من حيث الحبوب الكاملة برضو الحبوب الكاملة زي البذور القرع او اللب والحاجات دي برضو بتعلي المناعة بتاعتنا. مش هو ان انا هاكل تسالي كده واسمها تسالي كده وخلاص. اللب برضو بيعلي المناعة بتاعتنا. والشوكولاتة الدارك. الشوكولاتة الدارك برضو تبقى 70% كاكاو خام. تمام. بتعلي برضو المناعة بس ناخدها على مدار لو حد يسأل هناخدها على مدار اليوم احنا هناكل شوكولاتة دارك طول اليوم ولا لا 30 جرام في اليوم بتقدر ان هي تديك المناعة تظبط المناعة بتاعتك وتقويها. جميل. طيب قبل ما نكمل كلامنا بقى ويعني ندخل في المراحل العمرية واختلافاتها خلينا نتابع تقرير مع زميلة نجوى سيف النصر عن صحة المرأة وطبعا المبادرات المتعددة اللي بتقدمها الدولة اللي بتهدف